الصحة والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. الحديث موصول عن الحقن المجهري. احنا للأسف دايما بيقولنا العيانين عشان يعملوا حقن مجهري أو من تبحث عن الحمل للأسف في مرحلة متأخرة، يعني في أواخر الثلاثينات أو في النصف الثاني من العقد الثالث، يعني من 35 ل 40. المرحلة دي بيبقى الجسم بدأ يحدث فيه تغيرات كتيرة جدا، بدأ تظهر فيه بعض المشاكل، بدأ يعاني من بعض الأمراض، وبالتالي كل هذه الأشياء بتكون لها أثرها الجانبي على نجاح عملية الحقن المجهري. علشان كده يعني احنا كأطباء لازم نبحث في جسد المرأة والرجل عن كل الأشياء التي تتسبب في ان النتائج ما تبقاش افضل، وده كل اهتمامنا. يعني احنا لما بتجيلنا في حالة عشان بتدور على الحقن المجهري بنبحث في كل شيء فيها، عن السن، عن الوزن، عن اذا كانت هناك بعض الامراض المصاحبة لها اللي هي ممكن يكون لها اثرها الضار على نجاح الحقن المجهري. بالنسبة للزوج في هناك طبعا التدخين والوزن وتحليل السائل المنوي، يعني يكفي التلوث اللي احنا عايشين فيه دوا واثره الضار على عملية الحقن المجهري. عشان كده احنا بتبقى مجال الرؤية واسع، هي مش مجرد عايزة تعمل حقن مجهري يلا تعالي نعمل حقن مجهري، ابدا لا، احنا بقدر الامكان بنبحث عن كل العوامل الضارة التي ممكن ان تتسبب في التأثير على النتائج. على سبيل المثال الوزن، الوزن ده طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنوليها اهتمام شديد جدا في عملية الحقن المجهري، وكلما كان وزن المرأة أقل كلما كانت فرص الحمل أكبر، لأنه الوزن ده من الحاجات اللي بتعمل لنا حاجة اسمها تكيس مبايض، وتكيس المبايض له تداعياته على التبويض وجرعات التبويض ومشاكل التبويض نتيجة الوزن الزايد. عشان كده مهم جدا احنا لما بتجيلنا المريضة بتاعتنا علشان تعمل حقن مجهري، أول حاجة نشوف الوزن بتاعها، إذا كانت تعاني من ضغط، إذا كانت تعاني من سكر، إذا كانت تعاني من اضطراب في الغدة الدرقية، أمراض المشاكل زي ما قلت لحضراتكم السكر، مشاكل ارتفاع نسبة البرولاكتين يعني وجود لبن في الثدي، إذا كانت هناك مشاكل متعلق بداء البطانة المهاجرة، إذا كانت هناك مشاكل متعلقة بقناتي فالوب، إذا كانت تحتوي على بعض المواد الضارة، أحيانا بنلاقي صديد في قناتي فالوب، إذا كان هناك بعض العيوب الخلقية اللي في داخل الرحم، مشاكل ما يعرف باسم تجلط الدم، هناك بعض السيدات عندهم استعداد لتجلط الدم بينجم عنه يعني إجهاض في الشهور الثلاثة الأولى ومتكرر، وأحيانا تسمم حمل وأشياء من هذا القبيل. بعض السيدات أيضا بيعانوا من وجود ورم ليفي، أنا زي ما شرحت لحضراتكم دائما ما تأتي إلينا المرأة في أواخر الثلاثينات، أواخر الثلاثينات كل الأمراض دي ممكن أن تظهر في هذه المرحلة السنية، عشان وده ممكن يكون لها سبب في تأخر الحمل الطبيعي ولو أثروا أيضا على الحقن المجهري. علشان كده مهم جدا وإحنا بنفحص الحالة نبص لكل هذه الأشياء موجودة ولا مش موجودة، لو موجودة يجب أنها تعالج قبل الإجراء الحقن المجهري، لو مش موجودة يبقى خير وبركة، يبقى إحنا داخلين على الطريق السليم أو الطريق الصح. في بعض السيدات عندهم مشاكل ما يعرف اضطراب أو التوتر المهبلي، ده برضو بنجد معهم معاناة شديدة جدا لسبب بسيط جدا، ان احنا حتى في موضوع متابعة التبويض بنجد صعوبة عند هؤلاء السيدات، ده برضو واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها. وجود سكر عند الزوج، لو وجود السكر عند الزوج في بعض الأحيان برضو بيعمل لنا مشاكل، لأنه أثناء عملية القذف
بدل ما القذف يبقى البر بيرجع في المثانة، وده طبعا بنضطر نجيب الحيوانات المنوية من المثانة علشان بعد كده نحقنها في البويضة وبعد كده عشان نكمل. إذن هناك مجموعة كبيرة جدا من الأمراض التي قد تكون موجودة في الزوجين المقبلين على عملية الحقن المجهري. دور الدكتور ودور المركز انه في مرحلة التحضير، مرحلة التجهيز، يعني احنا الحقن المجهري مش يلا خدي حقنة وهتبقي حامل تاني يوم، او ان احنا هناخد البويضة من هنا والحيوان المنوي من هنا ونحطه في المعمل وبعد كده الحاجات دي كلها طبعا شغل علميا وعمليا مش مظبوط. مهم جدا في المرحلة الأولى، مرحلة إعداد الزوجين لعملية الحقن المجهري، إن احنا نقعد فترة طويلة جدا نعد الزوجين لموضوع أو لمشروع أو لعملية الحقن المجهري، لأن أنا في الآخر خالص أنا محتاج إيه؟ محتاج بويضة سليمة، محتاج حيوان منوي سليم، محتاج معمل سليم، محتاج رحم سليم، محتاج غرفة يقيم فيها الجنين 9 شهور سليمة، لأنه ممكن جدا في بعض الحالات أنه يحدث حمل من الحقن المجهري ويحدث إجهاض لسبب بسيط جدا، أنه هذه السيدة بداخل الرحم في حاجز داخلي يمنع إتمام واستمرارية عملية الحمل، وبالتالي لما أشخصها في مرحلة مبكرة أستطيع بها أن أنا أتعامل مع هذه المشكلة، وبالتالي السيدة إن شاء الله تطمئن إلى حدوث الحمل، ليس حدوث الحمل فقط ولكن لاستمرارية واكتمال الحمل لغاية الشهر 9. يعني الزوجين اللي عايزين يعملوا حقن مجهري مش عايزين حمل بس، مش عايزين اختبار حمل موجب، عايزين طفل يروحوا بالبيت، وده الهدف من الحقن المجهري. الحقن المجهري عمره ما كان علشان أثبت أنه حصل حمل، الحقن المجهري نجاحه وأهميته انه كيف يصل الى الشهر 9 بطفل بحيث انه يكمل عملية يعني انه ينزل طفل سليم معافى. مهم جدا مرحلة التحضير. من ضمن عملية التحضير بس بنبص بالمنظار اذا كان هناك يعني داء البطانة المهاجرة، وداء البطانة المهاجرة له اثر الضار على التبويض وعلى الاحتياطي الداخلي للمبيضين، علشان كده مهم ان احنا نشخصه، لان لينا التعامل خاص في مثل هذه الحالات مع السيدات اللي هم داخلين برنامج الحقن المجهري. في بعض السيدات للأسف بيعانوا من بعض الاستعداد الفطري او الاستعداد لموضوع تجلط للدم، ودي في مجموعة تحليلات طويلة جدا اللي بيها نستطيع ان احنا نشخصها قبل كده، اللي بيها لما اعرف ان هذه السيدة عندها هذه المشكلة استطيع من قبلها ان انا اديها مسيلات الدم علشان الجنين يثبت ويستمر داخل الرحم. عندنا مجموعة حقيقة من السيدات اللي هم بيعانوا من بعض الأمراض المناعية زي داء الذئبة الحمراء على سبيل المثال. السيدات دول للأسف بيبقى عندهم الخزين البويضي ضعيف جدا، لأنه لديهم أجسام مضادة بتهاجم الجنين، بتهاجم البويضات، عشان كده بيبقى الاحتياطي قليل. دول برضو يجب علينا أن احنا نشخصهم قبل الدخول في موضوع الحقن المجهري، علشان دول بالذات بيحتاجوا بعض الأدوية اللي بيها نثبط الجهاز المناعي حتى لا يهاجم الجنين في المرحلة الأولى في موضوع في الحمل بعد حدوث الحمل. ده هم للأسف حتى في بعض الأحيان زي ما قلت لحضراتكم أنه الخزين البويضي نتيجة مهاجمة الأجسام المضادة للبويضات في المرحلة دي بيعاني من نقص كمية البويضات، ومع ذلك في البعض منهم بيحمل. مهم جدا السيدات اللي هم عندهم داء الذئبة الحمراء واحنا بنعمل لهم الحقن المجهري تكون في المرحلة اللي هي فيها يعني ليس المرض ليس نشط،
في المرحلة المرض بيبقى خامل أو كامن، ده أحسن وقت نحصل فيه على الحمل ويحدث فيه نجاح لعملية الحقن المجهري. زي ما ذكرت لحضراتكم مشاكل الغدد الصماء زي الغدة الدرقية، الغدة الدرقية ارتفاعا أو انخفاضا قد تؤدي إلى حدوث عدم حدوث حمل مع الحقن المجهري. يعني الحقن المجهري مش قضية ان انا باخد بيضة وحيوان منوي وبعد كده انسان ومحض، لا ده في حاجات تانية في جسد المرأة المفروض اخد بالي منها، علشان وانا بعمل الحقن المجهري يبقى لازم مظبط هذا البنيان، هذا الجسد ان يكون جسدا طبيعيا لا يعاني من اي مشاكل مرضية تؤدي الى عدم حدوث حمل او حدوث اجهاض في اي مرحلة من مراحل الحمل. لان معانا اتصال، اتفضل. الو، ايوه انا سامع حضرتك كويس. ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ الله يسلم حضرتك، اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا كنت حالة عند حضرتك، انا مدام سامع كنت حالة عند حضرتك في المركز وحملت عن طريق الحقن المجهري، وحابة يعني اشكر حضرتك وكده، ما شاء الله المركز جميل ونظيف والتعامل كويس جدا وفيه هناك التزام وانضباط وكل حاجة، يعني بجد حابة اشكر حضرتك جدا انا بشكر بجد، حضرتك ربنا جدا. يبارك لحضرتك. انا بشكر حضرتك جدا، وانا تحت امر حضرتك في اي سؤال حضرتك عايز تساليه. لا يا دكتور انا مش عايز اسال عن اي حاجه، انا بس حابه اشكر حضرتك بس، وان انا يعني شكرا، مبسوطه بالمكان والمكان كان نظيف جدا بجد، يعني ربنا يبارك لحضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا يا فندم، شكرا. نعود تاني، نيجي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا دلوقتي بتعامل في المرحله اللي هي فوق سن ال 35، اللي هي معظم الحالات بتجيلنا في هذه المرحله. بعضهم للأسف بيعاني من مشاكل في قناتي فالوب، على سبيل المثال تمدد قناة فالوب، على سبيل المثال وجود بعض المواد الضارة، بعض الأمراض الضارة في قناتي فالوب تؤثر للأسف على الحمل في المرحلة المبكرة له. عشان كده برضو واحنا بنجري الإعداد للحقن المجهري يجب علينا ان احنا نبص على قناتي فالوب باي وسيله كانت، بالموجات الصوتيه المهبليه او بالاشعه الصبغه او في بعض الاحيان الموجات الرباعيه الابعاد، اي حاجه من الحاجات دي كلها اللي بتوصلنا ان هناك مشكله في هذا المكان تؤثر على يعني حدوث الحمل وعلى تمام واكتمال عمليه الحمل. مهم جدا هنا ان احنا برضو في مرحلة الاعداد، انا مرحلة الاعداد دي مرحلة مهمة جدا في نجاح عملية الحقن المجهري. نروح بعد كده للمشاكل التي تتعلق بداخل الرحم. 3% من السيدات، يعني 3 كل 1000 حالة عندهم مشاكل عيوب خلقية داخل الرحم، وده بنشخصها يعني ممكن عن طريق الأشعة بالصبغة أو ممكن عن طريق الأشعة رباعية الأبعاد أو المنظار الرحمي. عشان كده مهم جدا الآن إجراء فحص للغرفة التي سوف يقيم فيها الإنسان ال9 شهور بتوع الحمل، نشوف الغرفة دي إذا كان بها أي مشاكل مرضية، حاجز على سبيل المثال أو ورم ليفي على سبيل المثال أو بعض الالتصاقات، كل هذه الأشياء قد تعوق حدوث الحمل أو اكتمال موضوع الحمل. علشان كده المنظار الرحمي لازم نعمله قبل في مرحلة الإعداد بحيث نطمئن إلى ما هو داخل الرحم، ودي حاجة بسيطة جدا ممكن أن تجرى ببنج خفيف جدا، بوقتها بستطيع أن احنا نخش إلى داخل الغرفة واستكشافها بالكامل، واحنا نشوف اذا كانت بها اي معوقات داخلية تؤدي الى عدم حدوث حمل او عدم اكتمال حمل. ودي حاجة بسيطة جدا، الحاجز دون يعني حتى العملية بتاعته دلوقتي عملية لا تستغرق اكتر من ربع ساعة باستخدام المنظار الرحم الجراحي، ودي عملية اصبحت الان في متناول كثير من الاطباء يستطيعوا بها ان يجروها قبل عملية الحقن المجهري. ارجع تاني واقول احنا دلوقتي معانا فيديو يعني يمكن بيبين موضوع التبويض وتنشيط التبويض، ده يعني بسرعة كده بيورينا ازاي بنتابع
ده الرحم زي احنا شايفين، وده يعني بويضة باينه، وده الرحم نفسه. مهم جدا ان احنا نبص، ده واضح ان ده ورم ليفي في الرحم اهو، ده اللي انا بتكلم عليه. الورم الليفي دون لو احنا نسيناه، لو احنا ما خدناش بالنا منه، لو احنا ما شخصناهوش قبل عمليه نقل الاجنه، ممكن ان يؤدي الى حدوث اجهاض للحمل، والسبب ان احنا ما كناش واخدين بالنا. علشان كده الفحص الكامل والشامل لكل ما هو داخل الحوض، مبيضين، رحم، داخل تجويف الرحم، مهم جدا في نجاح عمليه الحقن المجهري. احنا معانا اتصال مدام فوزيه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه دكتور، بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضل. من فتره كنت حضرتك كشفت بعاني من سلس بولي، وكان دكتور قال لي ان في سقوط في سقف البدن من الدرجه الثانيه. اتفضل. مضاد حيوي اسمه ترايزيد، وقال لي تعملي تمارين لعضله الرحم، وبعدها يعني استريحت شويه بس رجع الالم تاني. ايه السؤال؟ ايوه فندم. ايه السؤال بتاع حضرتك؟ الموضوع السلس البولي؟ حاضر يا مدام، هرد على حضرتك. موضوع السلس البولي ده موضوع للاسف بنشوفه كتير جدا عند كثير من السيدات، نتيجة الولادة الطبيعي، نتيجة الولادة المتعثرة، نتيجة الحزق الكتير. دلوقتي أصبح له يعني عملية بسيطة وسهلة جدا، اللي هي بنعمل حاجة اسمها الشريط، بس هي عندها مشكلة تانية، عندها مشكلة سقوط الرحم من الدرجة التانية. هنا لازم نصلح الاثنين، لأن احنا لو صلحنا واحد وسيبنا التاني هيرجع تاني. مهم جدا نصلح اللي هو سقوط الرحمي أو المهبلي اللي هو من الدرجة التانية، ونجري عملية الشريط المهبلي. أعود مرة تانية للمشاكل اللي احنا بنشوفها في موضوع الحقن المجهري، وخاصة زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان احنا بنشوف سيدات عادة بعد سن 35، المرحلة اللي هي بتتكاثر فيها او تتراكم فيها المشاكل الصحية للمرأة في اللحظة اللي احنا هنقول يا هادي عايزين نعمل حقن مجهري. وانا بأكد ان احنا كأطباء لازم ناخد بالنا من ده كله واحنا بنشرع في هذه العملية. نيجي زي ما قلت لحضراتكم، ده البطانة المهاجرة. ده البطانة المهاجرة ده هو يعني يكاد يكون المرض نمرة 3 في المشاكل الصحية للمرأة. ده البطانة المهاجرة عبارة عن نسيج يشبه الغشاء المبطن للرحم، بس في غير مكانه، موجود يا اما في الحوض، يا اما على المبيضين، يا اما عامل التصاقات في خارج الانبوبتين، يا اما مأثر على المبيضين. وهو بيتعرف عاده بيبقى موجود في من 20-40% من السيدات اللي هم بيعانوا من تاخر الانجاب. بقى كتير في المرحلة، هل هو السبب، هل هو النتيجة، محدش عارف، بس لقوا كملاحظة انه هذا الداء، داء البطانة المهاجرة، كتير في السيدات اللي هم ما بيخلفوش، وده عادة بعد سن 35. هو طبعا موجود في أي سن، لكن أكتر في المرحلة دي، المرحلة العمرية اللي أنا ركزت عليها، اللي هي بيبدأوا الزوجين يفكروا في إجراء الحقن المجهري. عشان كده مهم إن احنا نشخصه، مهم إن احنا نبحث عنه، مهم إن احنا نعالجه، لأنه في علاجه نجاح للحقن المجهري. بنشخصه بعدة أشياء. أول حاجة بتاريخ الحالة، يعني تيجي تقولك أنا عندي ألم على سبيل المثال، أو بالموجات الصوتية على البطن، أو بالموجات الصوتية المهبلية. لكن يبقى المنظار هو الوسيلة الأكيدة لتشخيص داء البطانة المهاجرة في مثل هذه الحالات. بنعمل منظار اسمه منظار تشخيص أو منظار علاجي، بنبص على اللي جوه البطن، هتلاقي بطش زرقاء، بطش بني، ممكن نلاقي كيس شوكولاتي، ايا كان اللي موجود. عادة لما بنشخصه مهم جدا ان احنا نعالجه قبل عملية الحقن المجهري. هو علاجه
قبل عمليه الحقن المجهري يشمل خطين اساسيين، ممكن جدا ان احنا نمنع الدوره لفتره، وده واحده من العلاج. لو هذه المشكله عباره عن كيس اللي هو يسمى الكيس الشوكولاتي، احيانا طبعا بنتعامل معاه عن طريق المنظار البطن الجراحي ان احنا بنشفطه، واحيانا بنضطر نكوي مكانه، وان كان العمليه دي بقى ليها بعض الاثار الجانبيه، لكن احيانا بنبقى مضطرين ان احنا نسحب في بعض الاحيان. يعني لو الكميه قليله ومش مأثره قوي، ممكن ان احنا نشفط البيضات، بس ناخد بالنا ان احنا ما نلمسش كيس اللي هو الكيس الشوكولاتي دون اثناء سحب البيضات او اثناء نقل الاجنه، لانه ممكن جدا الماده البنيه او الماده الشوكولاتيه دي لها الاثر الضار على الجنين. تشخيص المشكله دي قبل الدخول في الموضوع الحقن المجهري ده مهم جدا للاطمئنان الى نجاح عمليه الحقن المجهري. زي ما قلت لحضراتكم، هي القصة ليست قصة ان احنا نعمل، ولكن قصة ان احنا كيف ننجح. يعني عشان كده يعني في بعض المراكز، واحنا الحمد لله منهم، عندنا فترة اعداد مهمة، فترة اعداد مهمة جدا في كل حاجة، ان احنا بناخد بالنا شايفين كل اللي احنا بنفكر فيه عوامل اللي هي تؤدي الى حدوث عدم نجاح، لا بنحاول ان احنا نعالجها قبل ما نخش نعمل عملية الحقن المجهري. زي ما قلت لحضراتكم، انا ما زلت اركز وما زلت مصمم انه الوزن ده عليه معول كبير جدا في حاجات كتير جدا، في مراحل التنشيط، في مراحل سحب البيضات، في مراحل نقل الاجنه، في مراحل الاجهاض في المرحله الاولى من الحمل، في مراحل الاجهاض المتكرر، في مراحل حتى حدوث المضاعفات اثناء الحمل. يعني احنا وجدنا ان السيدات اللي هم زائدي الوزن حتى لما بنعمل لهم عمليه حقن المجهري وينجحوا، معرضين لبعض المشاكل زي ارتفاع ضغط الدم او ما شابه. نستاذنكم في فاصل قصير ثم نعود لكم مره اخرى. نعود بكم لمرحله الاعداد اللي احنا بنتحدث عنها، اللي هي مرحله ما بعد سن ال 35، اللي هي معظم الحالات بتجي لنا فيها. ازاي ان احنا نعد الزوجين لهذه التقنيه عشان زي ما قلت لحضراتكم في الاخر يحدث حمل، يحدث نجاح لعمليه الحقن المجهري. في بعض السيدات بيعانوا مثلا من مشاكل ارتفاع نسبه اللي هي ما يعرف اللبن في الثدي، اللي هو هرمون البرولاكتين، برضو مهم ان احنا نشخصه في مرحلة الاعداد للحقن المجهري، ولازم ناخد علاج، لانه في هذه المرحلة لو ما خدناش علاج لهذه المشكلة اللي هي مشكلة ارتفاع نسبة البرولاكتين او نسبة هرمون اللبن في الدم، ممكن جدا ان التبويض يبقى مش على ما يرام، او التبويضات تبقى النوعية بتاعتها غير جيدة، وبالتالي للأسف ممكن لا يحدث حمل، او لو حدث حمل يحدث اجهاض. عشان كده لازم نعمل تحليلات اللي هي تقول لنا نسبة البرولاكتين اذا كان هناك شيء ينم، او بيقول لنا انه في لبن في الثدي، وبالتالي لازم يتشخص في هذه المرحلة. عندنا بعض المشاكل تتعلق بالغده فوق الكليه، بيسموها الغده الكظريه. في بعض الانزيمات بيبقى ناقصه، او في بعض المشاكل في هذه الغده ممكن جدا تدي ايحاء ان هذه السيده تعاني من تكيس مبيض، لكن هي في الحقيقه كل مشاكلها الاضطراب الهرموني في هذه الغده تؤدي الى زياده في كميه الشعر واضطراب الدوره وزياده في الوزن، ومن ضمن الحاجات اضطراب في الدوره وعدم تبويض، وتلاقي الكل يعني منساق الى مشكله انه مفيش تبويض ويدي بنشاطات تبويض، والمشكله اصلا في هذا المكان. عشان كده مهم نعرف ايه سبب مشكله تكيس المبايض، او ايه سبب زياده هرمون الذكوره، او ايه سبب اضطراب الدوره. لربما يكون هناك بعض الامور لها علاقة بالعيوب الخلقية في الانزيمات في الغدة التي فوق الكلية او الغدة الكظرية. مش بس ده كله في المرأة، ما هو في برضه نصيب للراجل. الراجل عندنا مشاكل كتير جدا تتعلق بيه في هذه المرحلة السنية. بعضهم للأسف بيدخن،
واحنا عندنا انطباع سائد عند الرجال، طب ما هو انا مش عارف ابن خالتي بيدخن زيي واكتر مني وبيخلف. يا سيدي ما هو ممكن جدا تكون الخصوبة بتاع زوجته اعلى من خصوبة زوجتك. واحنا دايما بنقول الحمل يساوي خصوبة الزوج وخصوبة الزوجة. ممكن جدا خصوبة الزوج قليلة لكن خصوبة الزوجة عالية قوي تؤدي لحدوث حمل، والعكس صحيح. لكن عادة ودائما وابدا لما يكون في عندي مشكلة تأخر حمل بيبقى ليها عدة عوامل أو عدة أسباب. الطبيب المفروض يوسع مجال رؤيته، ما يبقاش يعني منساق أو يبقاش مركز على حاجة واحدة بس وسايب الباقي. عشان كده يعني إحنا في مركز الحياة لما بتجيلنا الحالة حقيقي ما بناخدش عامل واحد، احنا بنبحث عن كل العوامل التي تسببت في تأخر الحمل او تتسبب في عدم حدوث حمل. عشان كده برضو مهم جدا دور الرجل. التدخين على سبيل المثال زي ما قلت لحضراتكم له دور كبير جدا. ده في بعض الأحيان بيبقى في مشاكل تانية، زي الرجال اللي هم زائد الوزن واللي بيقعدوا لفترات طويلة طويلة على الكمبيوتر أو مشاكل، بيبقى عندهم مشاكل في التركيب الكروموزومية للحيوانات المنوية. عشان نلخص الموضوع نقول احنا لازم نبحث في كلا الرجل والمرأة عن عوامل النجاح وعن عوامل عدم النجاح ونعالجها قبل الدخول في الحقن المجهري. كل أملنا إن احنا نسعد كل زوجين إن شاء الله بطفل سعيد وطفل سليم إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة TV، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة TV.